طبعا نتشرف تواجدنا اليوم، وأول شيء أحب أهني صاحب السمو رئيس الدولة باليوم الوطني، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأخوانهم حكام الإمارات. والحمد لله رب العالمين، هذا اليوم المبارك في تواجد وجودنا مع القبائل ومشاركة المسيرة، وعسى أن الله يوفقنا ونكون في خدمة وطننا في كل مجال. اليوم هذه المسيرة تمثل التكاتف واللحمة لأبناء الوطن ورد الجميل للقيادة الرشيدة. أكيد ما في شك، نحن أول شيء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظها الله، اليوم القبائل يعني تواجدهم وتكاتفهم وتعبير عن حبهم ولائهم لدولتهم وقيادتهم الرشيدة. كيف تعيشون فرحة أعياد الاتحاد وهي تتزامن مع هذه المسيرة؟ الحمد لله رب العالمين، الشعب كله فرحان، والحمد لله نحن من يعني عاصرنا سنوات ماضية طبعا في عهد المغفور له صاحب الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والتواصل المسيرة في عهد الشيخ خليفة الله يرحمه، والحين إن شاء الله هذه السنة نحن في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والفرحة للدولة كاملة.